راح تكون الحفلة اللي هي حفلة ليلة رأس السنة، راح أشارك فيها إن شاء الله. راح يكون في تريو وايد حلو مع كذا فنان، ما راح أحرق المفاجأة، خلوها تشوفونها مع مين راح أغني. وراح أبتدي العام الجديد كمان بحفل خاص أنا والفنانة نوال الكويتية. يعني في أحلى من كده؟ هنشوف أحلام ونوال مع بعض، يعني أكيد ما فيش أحلى من كده. وسبق المؤتمر طبعاً الحفل المنتظر لتدشين ألبوم أحلام في موسم الرياض على مسرح أبو بكر سالم، واللي كان في الويك إند وتصدرت الترند، والناس حضروه كمان لايف على شاهد. وبدأت أحلام الحفلة بفدوة عيونك، أغنية الألبوم الرئيسية، وهي من كلمات الأمير الشاعر خالد الفيصل وألحان طلال، وإحنا أكيد كنا هناك. حفلة جميلة. احنا هاي الحفلة انا اعتبرها تتويج نجاح. قبل نجاح الحفل كان نجاح الالبوم، فحبيت اني اوثق هذا النجاح ونطلع بحفلة كذا ونسمع الجمهور وهو يغني الالبوم. هذا كان هدفي. وحضر في اليوم ده جمهور كبير عاشوا مع احلام لمده 4 ساعات ليله من الطرب الاصيل، احتفالا بتدشين البومها الاخير فدوى عيونك اللي تم اصداره في اول السنه. الالبوم لما بلشنا نشتغل فيه مجهزه، لما خلصنا الالبوم بلشنا نسوي الحفله، طلبت من عبد الرحمن العثمان لانه هو كان المشرف للالبوم يقول لي كل اله عزفت في الاغاني في الالبوم. بعدين جبنا كل الآلات، سواء آلات النفخ اللي شفتوها لأول مرة على مسرح، يعني اليوم احنا عزفنا، عملنا حفلة أوركسترا على المسرح. الفرقة الموسيقية كانت فرقة أوركسترا كبيرة 100 عازف، بس في نفس الوقت كانت منوعة. ومش بس الآلات الموسيقية كانت منوعة في اليوم ده، فكمان فرقة الكورال اللي رفعوا أحلام بالغنى. هم أنا اخترتهم، وهذه الكورال راح يكونوا دائما معايا. هم كورال دار الأوبرا السلطانية العمانية، أنا اخترتهم أن دائما يكونون معايا. اشتغلوا معايا في دار الأوبرا السلطانية في عمان، ومن بعدها بلشت أسمعهم. هم مطربين في النهاية، يعني هم أصلا مطربين يغنون حتى على مسارح، فحبيت أن يكونون معايا. الكورال يكون كله، حتى الجمهور يسمع كورال حلو في شجن، منها سوينا هذه التوليفة اللي اتفضلت بها. وفي الليلة دي طلت أحلام بفستان بيتشي بينك من تصميم إلي صعب، وكالعادة لفتت الأنظار ليها بأناقتها الساحرة على مسرح أبو بكر سالم. والدنا وأستاذنا، مدرسة عظيمة، مسرح أبو بكر اليوم مش بس مسرح تطلع تغني عليه، توقف وانت مفتخر انك تغني على هذا المسرح مثل ما هو موجود مسرح الفنان الكبير محمد عبده. اكيد ففخر لي اني انا اطلع على هذا المسرح واغني على مسرح ابو بكر. وسعاده احلام بتواجدها وسط جمهورها في المملكه اللي استقبلوها استقبال حافل بمجرد صعودها على المسرح، وده طبعا خلاها تغني بشكل مريح وممتع اكتر، خاصه ان دي اول مره بناتها فاطمه ولؤلؤه بيحضروا لها حفله. فهد الله يحفظه دائما يحضر لي، يعني من اوبرا عمان في كل مكان يحضر لي فاهد، ومبارك نفس الشيء. بس بناتي ولا مرة حضروا، وكلهم يقولون نحن لا بغي نحضر بس في السعودية. هم ماما احنا بنحضر في السعودية، وفعلا الله كتبها نصيب وكلهم جو هني وحضروا الحفل وانبسطوا. ألف مبروك النجاح الغالي، وأبدا مو شيء غريب يعني. وقلت أنا في كذا لقاء أن السعودية كان هدف لنا أن نحقق إنجاز كبير. حبيبي غريب عليك الله. ومن الحضور كمان كانت عائلة الشاعر الراحل مساعد الرشيدي، واللي تمت دعوتهم من أحلام شخصيا، وهي غنت من كلماته في الألبوم. ضيوفي هم عائلة المرحوم، قولوا مساعد الرشيدي، يا مرحبا بكم ضيوف غاليين على قلبي. قبل حتى ما تحطون هذا، حطوا بنات مساعد وزوجته كانت موجودة كمان اليوم، ففعلا سعيدة أنهم حضروا، سعيدة بنجاح الألبوم ونجاح حزين، نجاح حزين. ووقت أدائها الأغنية حزين انتشر لها فيديوهات كتيرة، وده كان بسبب بكاها على المسرح من شدة تأثرها بأحد أنجح أغاني ألبومها، ولأنها ما قدرتش تتمالك دموعها. فهنا ابنها فاهد وزوجها مبارك اضطروا يطلعوا على المسرح ويسندوها.
فوزة. أول شيء بالنسبة لمساعد الرشيدي، أنا من الشعراء اللي أحبهم وزعلت وحزنت عليه كثير لما توفى، الله يرحمه ويحسن إليه. وغير كده أحلام كمان غنت مع الفنانة خديجة معز، واللي بكت متأثرة بمدح أحلام لصوتها وكمان تأكدها على موهبتها الكبيرة. وأحلام طلبت من الجمهور دعم خديجة اللي قامت بنشر أكتر من فيديو ليها أثناء غنائها مع أحلام. خديجة أنا للأمانة ما كنت أول أعرفها، يعني ما كنت أعرفها كمطربة وتغني يعني في نطاق ضيق. سمعتها تغني عدنيات كثير، هي كثير حلوة في العدني. بعدين سمعتها كذا مرة، يعني صادف معاها في مثلا في زواج، في حفلة أتلاقى معاها، صوتها رنان. فلما جينا نختار صوت قال لي عبد الرحمن العثمان، مش رايك نختار خديجة معاذ؟ قلت له عاد تصدق انه هذه البنت، انا على طول صرت حتى ادخل في السيرش اشوف اسمع اغانيها اللي مسجله في اليوتيوب. وطبعا خلال المؤتمر الصحفي سالنا احلام عن زيارتها للامير بدر بن عبد المحسن. تشرفت اني كمان للمره الثالثه اني اشتغل معاه في عمل، وزرت مع عائلته لانه انا زوجة سمو الامير مقربه جدا لي والله يحفظها. هو بخير وطيب. كانت يعني جلسة مختصرة، سألت عن صحته وطمنت عليه وطمنكم عليه، هو فعلا بخير الحمد لله وطيب. وقبل أمشي قال لي جهزي نفسك راح نشتغل أعمال جديدة إن شاء الله، وهذا الشيء مرة أسعدني حقيقة.